كنتم في الولايه السابقه حذرتوا من انتكاسه وبائيه، ودابا تقريبا راه عامين هذه باش المغرب يعني خاض التجربه هذه، يعني خدات تجربه من الموجه الاولى ديال كوفيد. واش دابا مع هذا التطور الخطير والسرعه الخطيره الاوميكرون، واش كاين احتمال اننا نرجعوا لنقطه الصفر يعني واغلاق شامل او جزئي؟ وحنا ما بغيناش نوصلوا ليها ديال الاغلاق، وفي ما مصلحت حتى شي واحد. كيف كانت في الاول يعني كان واحد التدبير محكم ومشينا، كانت تدابير استباقيه هذيك الفتره اللي كان فيها الاغلاق، كانت جد مهمه للمغرب، خلاتنا حققنا مكتسبات جد مهمه في الوقت اللي كانت مواكبه ديال الاثار الجانبيه الاقتصاديه. وهذا بقات بعض الاثار اليوم كنشوفوه، ان الى درنا في واحد الميزان ما بين الصحه، ما بين الجانب الصحي او يعني الازمه الصحيه والازمه الاقتصاديه والاجتماعيه، كتلقى حضرات نبهكه نبهكه. احنا اليوم خصنا يعني صاحب الجلاله حط صحه المواطن قبل كل حاجه في صلب الاهتمام، لان الصحه المواطن هي اللي غادي تقدر تحمي الاقتصاد وتحمي القطاع الاجتماعي قبل من كل شيء. الا مشينا اليوم كنشوفوا الناس يموتوا في السبيطارات، في الوقت اللي واحد اخر كيقول لك راه الناس كيموتوا بالجوع، ولكن راه الناس كيموتوا في السبيطارات. كذلك خصنا يكون عندنا واحد الاختيار، اذا حنا كنبقاو في واحد التدبير جد صعب ما بين باش نخلقوا التوافقات. اذا بغينا نبقاو في هذا التوازن، وحنا غاديين باش يمكننا نبقاو في هذا التوازن خص الخيرات ديال الجميع، باش المنظومه الصحيه ما تعرفش انهيار، لان عندنا واحد الطاقه ما نقدروش نتجاوزوا ذاك الطاقه، وفي ذاك الطاقه فيها يعني البنيه التحتيه الأسرة، ولكن حتى العنصر البشري، راه العنصر البشري راه بشر كيتعرض حتى للاصابه في هذا الاطار ديال هذا الاوميكرون. راه الخطوره اليوم كتضرب في 10، لان ربما يتقاسوا لنا بالزربه هذه الاطر المهنيه. اذا تقاسوا لنا هذه المهنيه، شكون اللي غيداوي لنا الاخرين؟ شكون اللي غيسهر عليهم؟ اذا في واحد المعادله جد صعبه باش يمكن ما بغيناش نوصلوا للكونفينمون. حتى حد ما باغي يوصل للحجر الصحي، باش ما يمكنناش نوصلوا شنو خصنا نديروا؟ خصنا نتعاونوا جميع، راه خصنا نلتزموا بهذه الاجراءات الاحترازيه. كلشي عيا، كلشي باغي يتجرد من هذا الشيء، ولكن في نفس الوقت كلشي باغي القلاع الاقتصادي، باغي يتحرر، باغي هذا، وفي الوقت نفس الوقت ما باغي حتى واحد يوقع عليه حتى شي مشكل في الارض في الصح. راه كاين ولا بدا واحد التضحيه، ولا بدا خص واحد الانخراط. حنا نديرو شويه منا وشويه، كيقول لك شويه من الحنه وشويه من رطوبه اليدين. خصنا كنا نخارطوا باش يمكننا نوصلوا لواحد النتيجه ونحقق هذا المكتسب. الا بقينا دقه دقه راه غادي ننجحوا كاملين. الا بغيناها بالزربه غادي نقدر نوقعوا في ما لا يحمد عقباه. ماسك، فاكسان، والتجمعات، سانيفيتيو، ثلاثة هاد الحوايج الا تجنبناهم ربما غادي نحافظوا على هذا المكتسب، ويبقى هذا الاقتصاد غادي بشويه حتى نتحرروا. الاوميكرون ربما رب ضرات نافعه، العلماء كيقولوا ربما الا دخل الاوميكرون وجرى على الدلتا غادي يوقع مناعه جماعيه ونخرجوا من هذا الشيء. وحذاري، تتبقى درجة اليقظة خاصها تكون جد مرتفعة. في هذاك الإطار ديال المناعة الجماعية، العدد الكبير اللي غيوقع ديال الانتشار تيقيس واحد الشريحة كبيرة ديال الناس اللي عندهم هشاشة، فبالتالي يقدر يؤدي بالفتك ديالهم. حنا دابا راه اليوم كان البارح سجلنا تقريبا 6 ديال الضحايا بأوميكرون، الناس اللي ماتوا بأوميكرون. اليوم عندنا 11 ديال الموتى، هاد 11 الموتى مازال ما عرفتش شحال فيهم ديال أوميكرون، عاد كنقوموا بالتدقيق. إذا الأوميكرون كيقتل، ماشي ما كيقتلش، ما كيقتلش في المؤشرات، ولكن في الواقع كيقتل.